الصلع الداء الذي لا يراه البعض مشكلة ويراه الآخرون أزمة كبيرة، فما وضعه عالميا؟ 21 دولة حول العالم تسجل أعلى نسبة من حيث عدد الرجال الذين يعانون من الصلع، وغالبيتهم من سكان القوقاز، حيث يشتهر مواطنو تلك الدول بالصلع المتزايد. تتصدر التشيك دول العالم بالصلع بأكثر من 42% من الرجال الفاقدين لشعرهم، وبحسب تقارير طبية فالأمر يعود لطبيعة الغذاء الذي لا يحمل المكونات اللازمة لنمو الشعر. وتزيد نسبة الصلع مع تقدم العمر، حيث تؤكد الدراسة الأسترالية أن 57% من السيدات و73% من الرجال يصابون بتساقط الشعر بعد سن 80. وتختلف أسباب الصلع بين البشر، فالبعض يعاني وراثياً وآخرون غذائياً، وهناك عوامل بيئية أيضاً يمكن أن تؤثر على نمو بصيلات الشعر.